عايزينك تكلمنا بقى عن الملكة كليوباترا. كليوباترا هي رقم 7 في النساء التي حملن هذا اللقب أو هذا الاسم في أسرة البطل. كليوباترا الأولى هي الجدة الأكبر وهي ابنة حاكم السلوقيين وتزوجت من الملك بطلميوس الخامس. كليوباترا 7 هي بنت الملك بطلميوس الـ12 المعروف باسم الزمار، وولدت في الإسكندرية عام 69. كليوباترا بعد كانت عندها 10 سنوات تقريبا وقت أبوها ما خرج من مصر بعد ثورة قامت ضده واتجه إلى روما، ولما رجع أبوها بعد 7 سنوات من البقاء في روما كان على البنت أنها تواجه هذا الأمر بشيء من القوة، أنها أصبحت بتحكم هي وأخوها مصر مدة غياب أبوها. أبوها لما رجع سنة 51 اللي أعادوا من روما 2 من ضباط الجيش الروماني، القائد بومبي والقائد ماركوس أنتونوس، وكان لقاء كليوباترا الأول بحبيبها ماركوس أنتونوس. كليوباترا بعد موت أبوها سنة 48 دخلت في الصدام من أجل اعتلاء عرش مصر اللي اعتبرته حق ليها، العرش اللي كان مرفوض من رجال البلاط، ودخلوا في صدام ضدها لصالح أخوها بطلميوس الـ13. استعانت هي في الوقت ده بشخصية محورية هامة جدا من قادة روما وهو القائد يوليوس قيصر اللي وقف جنبها لأنه كان موجود في مصر في صراعه مع بومبي اللي هرب لمصر ومات هنا على أرض مصر بومبي. يوليوس قيصر ساعدها ووقف جنبها وقدر أنه يدخل في حرب ضد أخوها، وهي حرب الإسكندرية سنة 48 واللي انتهت بموت أخوها وإعلان كليوباترا وشقيقها الأصغر اللي كان طفل لا يزيد عمره عن 2 بطلميوس الـ14 ملوك. إذا كليوباترا خلينا حضرتك نكون ماشيين معاها لأن حاجة يمكن في البداية قلتي ملكة، هي دائما كليوباترا وإن حكمت كملكة إلا أنها لم تحكم منفردة. يعني مرة مع أخوها بطلميوس الـ13 وقت وجود أخوها خارج مصر، ثم بعد وقوف يوليوس قيصر معها حكمت مع أخوها بطلميوس الـ14. طبعا أنجبت من يوليوس قيصر ابن، الولد ده هو قيصرون اللي اتصورت وهي بتقدمه للآلهة المصرية وبتقدمه كواحد من الحكام لمصر في معبد دندرة في محافظة هنا، واحد من أجمل المناظر في العالم اللي يعتبر منظر ملوش مثيل في الدنيا. كليوباترا وهي تقف أمام المعبودة حتحور وبتطلب تقدم ابنها كواحد من الملوك. إذا حكمت هي وابنها، ولما اتجهت إلى روما عشان يوليوس قيصر يعترف بأبوته لابنها قيصرون، صادفها سوء الحظ الغريب جدا أن يقتل يوليوس قيصر في السينات اللي هو مجلس الشيوخ الروماني. تعود كليوباترا إلى مصر ثم تحكم مصر مع ابنها قيصرون، إذا بتحكم مع بطلميوس الـ13 مع الـ14 مع ابنها قيصرون، إلى أن يأتي ماركوس أنتونيوس ويقع ماركوس أنتونيوس في فخ حب كليوباترا ويتزوجها مخالفا القوانين الرومانية وينجب منها ويعلنها ملكة، وحكم معها الرابع هو اللي بيحكم معها هو ماركوس أنتونيوس. الأمر اللي أدى لحالة من الغليان في روما بواسطة القائد أوكتافيوس. ليه؟ لأن أوكتافيوس كان يكره كليوباترا، وبالمناسبة الرومان دايما يكرهوا كليوباترا، وعشان كده يمكن أحد زملائنا قال تعبير لطيف جدا، قال حضرتك اللي بيقولوا النهاردة إن كليوباترا الفيلم اللي حصل وقال إن كليوباترا سمرة، لم يكن هناك من يكره كليوباترا أكتر من رومان. هل كان المؤرخين الرومان ما شافوش كليوباترا وما كانوش عارفين إنها سودة وكانوا اتكلموا عنها لأن ده كان هيبقى حدث فريد إن كليوباترا سوداء أو سمراء وليس بيضاء؟